بعشقها كمان. طب يا طه انا دلوقتي انا مش هكمل بعد اذنك. انت يعني شغلي كلام الناس او كلام اي حد. الناس انت مقعدني ليه غصب عني؟ انت مش قاعده غصب عني. لا ما تعمليش غصب عنك ولا هزك في ايه. انت بتتكلم في ايه؟ انا بكلم الاعداد النهارده في الحلقه. انا عايزه اعرف مين اللي بيجي يعني بتختاروا الناس بناء على ايه؟ يعني عايزه اعرف مين الناس اللي بتخش الحلقه بتاعتي. معلش يلا استاذه بعد اذنك نبدا الحلقه. وحضرتك خلاص شد عليه. 5 4 انا اتقفلت لما شفتك على فكره. 2 1 اتفضلي. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا برنامج المسابقات هو وهي. زي ما انتوا عارفين في ناس بتختار شريك حياتها عن حب، وفي ناس بتختار شريك حياتها بالعقل، وفي ناس بعد مدة من الجواز بتكتشف ان مش هو ده الشريك المناسب. وبرضو زي ما انتوا عارفين العالم كله دلوقتي بقى بيعتمد على الذكاء الاصطناعي الـ AI اللي خلى ام كلثوم بتغني بصوت شيرين، وشيرين بتغني بصوت أصالة، واحمد سعد قال لهم في الاخر اختياراتي مدمرة حياتي. احنا بقى عايزين نعرف النهاردة ضيوفنا اختيارهم لبعض من البداية كان موفق ولا فيها كلام تاني. فاصل وهنرجع تاني هو وهي، استنونا. السؤال هو حضرتك ياسمين؟ لا انت مش عارفني يعني مش فاكرني. انت اصلا جاي قاصد. لا مش قاصد حضرتك يعني غلط شويه يعني. أصلا. ياسمين يلا خلصني خلصني خلصني. مش عايزه مش عايزه ارغي لك اعرفها. مش عايز رغي مع حد. خلينا نقلب الحلقه دي. نقلب ايه؟ يلا استنى خلاص. 5 4 3 2 اتفضلي. ورجعنا لكم تاني هو وهي طه وايه اسمك ايه؟ اماني. اسمها اماني. ورجعنا لكم تاني هو وهي مع طه واماني. واول سؤال هيكون لاماني. انتوا عرفتوا بعض ازاي؟ من ابتدائي. درست ابتدائي. ابتدائي؟ انت كان عندك وقت بقى تتعرفي على اولاد وكده؟ لا هو احنا ما تعرفناش. لا لا ما تعرفناش. كانت مشاعر عادي وبعد كده لما دخلنا الجامعه هو جه اتقدم. يقول لي يعني انا سنتين. هو انا مش بسالها هي؟ تمام انا برد. بس سنتين فعلا كان نظرات بس. طب انا بسالها هي. انت بتتكلم في ايه؟ يعني هو يعني نزلت حاجه وقتها؟ طيب يلا تمام. ما تغيروش. سؤالنا التاني دلوقتي هيكون لطه. عرفت اماني امتى؟ من السته ابتدائي بقى. ابتدائي. من ابتدائي. اه وانتوا كنتوا تقريبا عندكم كام سنه؟ يعني كنا اطفال يعتبر بس مش نفس يعني الجرأة دلوقتي وكده. كان بس مجرد نظرات وكده بس هي طولت بعد كده النظرات دي يعني اللي بعدين. السؤال التاني دلوقتي هيكون لطه برضو. هنساله نقول له انت ايه اللي عجبك في ايه؟ اماني. اماني اه ما تبقى تفكرني باسمها. ايه اللي عجبك في اماني؟ اماني فيها كل حاجه والله حلوه يعني. لا قول لنا حاجه واحده يعني حاجه تميزها عن كل البنات. عندها ضمير وذكيه و من البلد برضه؟ نعم من البلد؟ من البلد. بلد ايه؟ كمل. وانا بقول لحضرتك كنت حضرتك ياسمين اللي كنت بتقالي اعرفك يعني قبل كده. ايه طه في ايه؟ هو انا شكلي اتغير انا عشان حاطه مكياج؟ لا اتغيرت بس شويه. طب مش ثانيه واحده معلش يعني هو كل ده في التصوير ولا؟ لا يا حبيبتي عادي عادي. طب اوكي. لما بسمع في اعلان شغال بتكلم عادي. لكن انت فاكره انا هبوظ الحلقه بتاعتي عشان خاطر ما انا اكيد بتكلم في كده يعني. طبعا. لا طبعا. اصلا الهبل ده كله مش هطلع بيه يعني في ايه؟ مين ياسمين؟ لا ده كان حد تعرفه طالع قصدك يعني طالع؟ طب خلاص يعني ممكن بعد ما تخلص تتكلم في اللي انت عايزه. مش القصد ما هي انا ماشي الحلقه زي ما انا عايزاها. طيب اوكي بس عشان وقتنا برضو ووقت حضرتك. شكرا. ورجعنا لكم تاني هو وهي ومسابقتنا مكمله مع طه واماني. والسؤال دلوقتي لاماني. اكتر حاجه بتحبيها في طه؟ اكتر حاجه بحبها في طه ان هو كله يتحب. بس انت قولي هو حاجة. كله يتحب اه بس واحدة. يعني حاجه واحده ان هو لما بيحب حاجه بيصر عليها بيعملها يعني حتى لو خطواته بطيئه. فلا هو لما بيقرر ان هو عايز يعمل الحاجه دي وبيحبها بيعملها. فاصل وهنرجع تاني هو وهي مع طه واماني. استنونا. طه وانت مين ابين عملت اعلان قبل كده؟ عملت اعلان صح انا قلت انت برضه.
وانت شكلك هو وانت صغير هو كان في حد كذا حد بيصورني. لا انا عرفتك عرفتك من عينك انا. خلاص ده مش انت اللي قلت لي اسم كده شبه؟ لا ده انا على طول كنت بقول انت شبه اسمه ايه ده التركي. شكلك تركي. لا لا بنت اماني عامله ايه؟ ايه بنت اماني عامله ايه؟ اماني عامله ايه؟ بنت اماني؟ اماني عصام؟ حرة يا عم اقول عليها بنت اماني. لا اماني عصام. هو انت كنت في الكلام ده انا مش فاهماكي. باكد له ان هي اماني عصام مش اماني انا يعني. لا انا هقول لك بنت اماني. انا عارفك انا مره اشوفك في حياتي دلوقتي بس بوضح وان شاء الله اخر مره مش هشوفك تاني ان شاء الله. ده بس انا بتكلمي كده ازاي؟ اسال نفسك. اسال نفسي ازاي؟ لا عايز تظبطي حاجه في الصوت. على كبت يعني شوف الكلام ده مستر. لا ما تقدرش اقول لك تقول على كبت. طب است خلاص طيب يلا بس لو عندك كرم امشي اصلا والله بعد التهزيق ده كله. هي ايه دي؟ تمام لو ما قمتش مشيت معايا انا همشي لوحدي. طب ماشي ماشي لو انت عايزني امشي لوحدي دلوقتي يعني. انا امد ايدي عليها مثلا ولا يعني ده؟ مش عايزه قله ادب ومش عايزه كلام. لو انت ما قمتش مشيت معايا دلوقتي انا همشي لوحدي. خدي مش هقعد. لا والله ما هقعد. ادي بس ده بالله خلاص عادي. خلاص طب اسمع انا بقول لك عليه. خلاص طب ماشي خلاص ماشي ده برنامج انت هتخلصي وهتمشي مفيش مشاكل. مش هتخانق هنا مش هتخانق هنا ماشي ما تتخانقش. طب احنا بنتناقش في ايه؟ بنتناقش اللي انت ده ما فيش انت هتستفزك يعني. خلاص افهم يعني. استفزتني. هي شاطره هي هتستفزك. خلاص اقعد انا همشي. لا انت جاي انت جاي عشان حد يستفزك. خلاص انا حلفت لك انا مش هتخانق هنا. طب ماشي مش هتخانق قدام الناس. طب ماشي اسمع اللي بقول لك. طب انا مش هتخانق معاك قدام الناس فلو سمحت انا عايزه امشي. ماشي ما حدش له علاقه بقول لك اقعدي يعني. طب كل ده بيصور على فكره كل ده تصوير شغال. لا لا ما فيش تصوير يعني لو سمحت لو في تصوير ف يا حبيبتي ده بعد اذنك تجريب حاجه منتظر هم فصلوا اصلا مش هتبقى حاجه لطيفه. طب خلاص انا عايزه امشي. طب ماشي عادي. طب ثواني بس خلاص ماشي ايه ما توترنيش. لا لا عشان انا لا والله ما هقعد. عايز تقعد انا همشي. طب خلاص هي مش انا هطلب اوبر وهمشي. طب هات حد غيرها يا جماعه. لا مش فكره حد غيرها هي الفكره فيك مش فيها. انا قلت لك مش عايزه اتخانق هنا. يلا طب ماشي ده وانت تعملي في ايه؟ اتفضلي اقعدي. اتفضلي خلاص انا هكلمه دلوقتي. هتكلم ايه؟ بعد اذنكم بس انا مش هعمل حلقات. طيب. مش هعمل حاجه. ماشي ايه مش هتعملها؟ مش هعمل حاجه مش هصور يعني. خلاص هتمشي ده قرار؟ طب اقعد انا اجيب برضه حد. وانا مش عايزه حد. بس انا هجيب. انا بقول لك هجيب حد غيرها. طه انا مش يعني مش عايزه مشكله بعد اذنك. مشكلة ايه؟ هي دهيتها خلاص ما تجيش بعد اذنك. خلاص عشان انا مش عايزه اتوتر اكتر من كده. يكفي التاخير كل ده على البيت لو سمحت. انا عايزه امشي. لا خلاص احنا هنروح علشان ما اخدش رد فعل سخيف. انت عارفني انا ما بتحكمش في نفسي فسيبني امشي والمايك شغال ويعني مش عايزه. يلا طب ماشي استريح. طب استريحي دلوقتي اصبري. ايه يا بنتي ايه ما تعمليش كده. طب ماشي انا اشيل لك المايك. انا اشيل لك المايك خلاص. انا اشيل. طب انا بقول لك اشيل لك المايك. طب اهدي مش كده. اصبري اصبري. طيب لما طب اوعي طب اسمعي. لا طب اسمعي اسمعي. طيب لما تمشي بقى اشيل. انا سمعت اللي انا المفروض اسمعه وانت هتكمل لي في الطريق. يلا طب ماشي اصبري. انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ ثواني. طيب هو ده مايك ده يعني هتشديه باي حاجه خلاص؟ شلته من لبسي. طب خلاص انت كده شلتيه تمام بقعدي بقى. مش مش هكمل هقعد. طب ماشي المخرج جاي دلوقتي هنشوف الموضوع ده. انا مش هكمل الحلقه دي يا طه. لا لو سمحت انا عايزه امشي. ماشي مش هنكملها دلوقتي. المخرج هيجي دلوقتي انا هكلمه وانا اقول له على حد تاني. ما حد انا ما اعرفش ان هي انا بجد ما اعرفش ان هي ياسمين اللي كانت جارتنا وكانت صغيره دلوقتي بقت. ما يخصنيش ما يخصنيش. هي اي حد غرفه يعني. انا حد غرنا هيجي يتكلم بالطريقه. انا بالصدفه انا اتفاجئت اصلا. لو سمحت انا اتفاجئت. انت عارفه كل حاجه عني؟ لا انا ما اعرفش حاجه عنك. ما اعرفش اسم واحده اسمها ياسمين. كل حاجه اعرفها الا ياسمين. مش هنقعد نتخانق هنا يعني. يعني لينا بيت نتخانق فيه. طيب بعد اذنك وقال المخرج بس ممكن جماعه ولا ايه؟ لا اسمع بس. لا مش بمزاجك. انا اسف. ممكن تغيري. لا مش بمزاجك. لا انا مش جايه اتهزق. مين هزاك يا حبيبتي؟ مش جايه يتقال لي لو عندك كرامه تمشي. مين قال لك ان لو عندك كرامه تمشي؟ انت. لا لو كده بقى مش بقول لك ايه طبعا. انت مش عارف تسيطر على الخطوه دي. مشكلتك يا حبيبي مش مشكلتي. لا انا ما قطعش. بقول لحضرتك هو المخرج فين دلوقتي بس عشان احل المشكله دي ولا اي حاجه. طيب هي حضرتك دلوقتي مش مرتاحه وانت موجوده. مش هينفع.
مش هتعرف تكمل الحلقه ده. بس شالت اصلا يا حبيبي شالت ايه؟ خطيبك ده. طب حضرتك بس شالت ايه اصلا؟ وانا شاريه الهوا شاريه الوقت بتاعي بفلوسي. هو حر يعني اعتبري مفيش مخرج، انا المخرج، انا هنا كل حاجه. بس تمام ما عنديش اي مشكله بره. عارفه مفيش هنا حكم، انا حكم انا. تمام مفيش مشكله بره. يلا يا مش هتكملي؟ لا مش هتمشي حبيبتي، هتمشي بمزاج انا لما انا اخلص. لا هو مش بمزاجك. لما انا اخلص. هو مش بمزاجك بس. لا يا طه لما انا اخلص. لا معلش معلش. طب ماشي بعد اذنك بس المخرج جه. طب اهدى مني ثواني هنكمل. انت جايه؟ طب انت جايه مثلا عشان انا في وقت عايزه امشي. طب انت جايه عشان حاجه ولا جايه عشان حد يستفزك فتقومي؟ انا افهم يعني. هو انت متضايق ليه؟ انا مش متضايق. امال انت في ايه؟ انا متضايق عشان انت متضايقه. مش عارفه ده كان ممكن يبقى نجم. انت السبب اكيد. لا هي مش السبب. مش السبب بعد اذنك. تمام بعد اذنك خلاص ربطت نفسك. الاستاذ اللي هي تقوله هيمشي على البشر كله. هي شاريه الهوا انا المخرج. ايوه وهي اللي بتدفع لها مرتبات. طيب يا حضرتك. طب لو سمحت. لا لا مفيش حاجه اسمها. ميرسي ميرسي بجد من ذوقك. طيب لو سمحت ينفع حد ضيف في برنامج هي شاريه الهوا بتاعه يتهزق؟ مش حبيت. فين اوكي مش حباني مشيني. مش تهنيني يعني. مش حباني ممكن تتكلمي عادي بمنتهى العادي. مش هقول لك حتى يبقى في احترام. لا عادي بس ما تهنينيش ما تكلمنيش وحش. 10 ثواني يلا. انا المايك مش شغال. مايكها مش شغال. حد يشوف لها المايك بتاعها. لا انا شلته. طب هي شالت المايك اصلا. اتفضلي حطيه. طه طب بعد اذنك انت ولا هي تستفزك؟ انا افهم يعني هو حد اي حد يستفزك. استفزاز. انا مش عيله صغيره عشان تقول لي الكلمتين دول. يلا يا طه لو سمحت انا مش هتشتم. انا مش هتهزق. مش هتقلي. مين ايه قالت لك ايه؟ بس انا مش هحط المايك غير لما افهم هو في ايه يعني. هي اللي هتحدد. هي اللي هتحدد درجه كرامتك. لو سمحت لو سمحت يعني يبقى في اسلوب في الكلام يعني. انا مش هتعامل بالطريقه دي. اماني هي اللي هتحدد حاجه. انا جايه معاك. انت قلت لي تعالي معايا البرنامج كلموني وتعالي وصفان وبتاع وغيت معاك. خلاص انا مش جايه اتهزق. لا طبعا لو انت شايف ان انا اجي واتهزق مفيش حد يقدر اصلا يا بنتي. او اتكلم انت هيشغلك يعني. كلمتين هيشغلوك. مش قصه كلمتين. انا ليه اسمع كلمتين اصلا عشان يشغلوني؟ طب تمام انا. طب تمام هي واحده لو يعني اعمل ايه؟ انت يرضيكي ايه اعمله؟ طيب يرضيني ان انا امشي. انت او اتعامل بالمستوى اللي يليق. لا يا تتعاملي بالمستوى اللي يليق. اتفضلي بعد اذن حضرتك. دي انا يعني انا هكلمك ازاي بعد اذنك؟ انت تعبلها كويس. دي فجايه عندك ملهاش علاقه بقى جيران او مش جيران او الحاجات دي. هي ملهاش علاقه. وانا صغيره يا لا لا بعد اذنك هي ملهاش علاقه. انا صغيره انا عمري ما كنت كده مع حد. ماشي اعرفك ولا ما اعرفكيش بقى خلاص. دي قصه. أيوة انتهت. انا دلوقتي خاطب الدبله دي. دبله ايه يعني؟ عايز افهم. لا هي بتتكلم عليا. في حد تبعك انا اقدر اكلمه دلوقتي يعني؟ في حد ايه؟ انت دلوقتي ايه متجوزه ولا مخطوبه ولا مش فاهم؟ لا انا هنا كبرت المكان ده كله. انا بدفع ثمن الهلومه دي كلها. ايه بتدفعي ثمن الهلومه دي؟ فحط لها بقى المايك طه لو سمحت. طب انت مخطوبه يعني ولا متجوزه ولا مين معاك هنا ولا تمام؟ ما انا عايز افهم. لو اكلمها انا مش عارف اكلمها. هي اكلمها ازاي انا؟ اتكلم بس باسلوب كويس عشان ما ينفعش ان انت تكلمها بالطريقه دي ايا كان اللي بيحصل. هو يكلمني زي ما هو عايز. اتفضلي يعني. هو يتكلم بالمستوى اللي يليق بيه. يكلمني زي ما هو عايز بالمستوى اللي يليق بيه. صح كده. اللي انت عايزه. تمام. مش هحط المايك. طب خلاص بقول لك بعد اذنك. مش هحط المايك غير لما الاسلوب اصلا الاسئله من البدايه يعني مش لطيف يعني. اللي هو المايك ده بفلوس على فكره اللي انت عماله تقطعي فيه. انا ما بقطعش فيه على فكره. انا ماسكاه عادي. المايك اهو. طب ثانيه عشان ما اقطعش فيه. لا لا بصي بصي قال لي حاجه. المايك اهو. انا مش هسجل. مش هسجل. انا خلاص. هو يبقى الكلام باحترام يعني. انا عشان ماضي اقرار اتهزق؟ لا لا يعني ينفع؟ معلش هننهي الحلقه. ما احنا لا هي كده الحلقه مش هتنتهي. انت قلبها تهزق. بس انت اصلا غيرانه بتاكلي في نفسك. لكن ما بس حضرتك ايه؟ شفتي والله واحنا في يوم يعني بترفع في الاعمال. طب عايزين طيب تركب المايك. طب لو سمحت. طب لو سمحت انا يعني المره الجايه كلمة واحدة مش هتعجبني. انا ولا هيفرق معايا اقرار ولا هيفرق معايا وقت ولا هيفرق معايا اي انت طبعا. براحتك يا امان اللي انت عايزاه. بس انا مش عايزك انت تنزلي من نزل المطار. انا الموقف ده هنتحاسب عليه يا طه. انت ست صعبة جدا على فكرة والله. ونكدية جدا. الله يعينه. الله يعينه. انا مش عارفه ليه اعمل حاجه غصب عني. طب يعني عشان انت ما تقولهاش اي حاجه. انا مبسوط بيها وبحبها وبعشقها كمان. انا دلوقتي انا مش هكمل بعد اذنك. انت هيشغلك يعني كلام الناس او كلام اي حد. الناس انت مقعدني ليه غصب عني؟ انت يعني مش قاعده غصب عني. غصب عني. لا ما تعمليش غصب عنك ولا هزك. في ايه انت بتتكلم في ايه؟ انا بكلمك في ايه بعد اذنك؟ كلامك يبقى محدود. انا سكت.
ايه؟ انا ساكته والله اشوف ما هتعمل ايه. طب لو سمحت انت ايه يعني ايه الغرض؟ ضيفه جايه يعني ايه الغرض ان انت تبوظ الحلقه؟ انا عايز افهم يعني انت ابوظ الحلقه يعني انا على قلبي ادفع فلوس قد كده عشان ابوظ الحلقه؟ لا انا قاعده لا ده انا قاعده بخسر بسببك انت وهي. تخسر ايه انت مش شايفه يعني انت يعني جاب والله زي انت صعبان عليك اي حد هيبوظ لي حياتي يعني مثلا اي حد هيقول لك هو مش اي حد مش قصه اي حد ومش اي حد انت اللي بتعمل كده. بعمل ايه كده؟ انت اللي بقول لك انا مش عايز اعمل حاجه. اتضايقتي من انا ولا اتضايقتي من انا عايز افهم انت ده من ده من مين؟ مش عارف. لا يا رب انت ست غيور. انا بعرفك ان شاء الله ما فيش اي حقوده حاجه لما يكون في حاجه يعني الكلام ده هيضايقك يعني كل ده ومش عاجبك؟ لا لما يكون في حاجه في موقف مش ده. طب بعد اذنك. نعم ايوه اولا هنفضلنا 10 ثواني على الهواء قبل 20 ثانيه على الهواء بالظبط. هو البرنامج مباشر ثانيه واحده بعد اذنك. احنا عاملين نازل في اعلانات بسببك. ثانيه واحده بعد اذنك. الحاجه الثانيه فضلت بتشتم الاخراج فما ينفعش. انا ما شتمتش حد. لا حضرتك بتتكلم على اخراج وحش. لا ما شتمتش حد. ما اسمعش خليك الاخراج كله متضايق. ما شتمتش حد وما كلمتش حد وما اتكلمتش باسلوب غير لائق ولو 1%. حرام عليك والله انت كان ممكن تبقى مهند مصر. لا يا ريت بقى يبقى انا مهند بيها. انا حضرتك مهند بيها. لا ما حضرتك بقى كلامك عشان كده فعلا حصل مشاكل. لا لا انا تمام زي الفل. مش انت يلا طلعني بقى طلعني خلينا نمشي. ورجعنا لكم تاني في هو وهي اللي ما طلعش هو وهي بس دول فعلا طاو اماني اللي كانوا معايا النهارده في برنامج مراتي في ورطه الجزء الثاني. والله العظيم يا طه بصي انا فعلا. طب ثواني والله وانت اللي قايلها على اسم اماني عصام علشان الحوار ده. طب ماشي ما احنا بنهزر. انا سايب السنتين اللي انا شيف اسال المخرج اهو. هسه انت مخرج مش كان في مكان اللي انا كنت اروح اقدم فيه الشيف اخترت ان هي تبقى معايا طيب ولا لا؟ قلت لك ان يوم اه يا طه